السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة، الدورة الأولى، المستوى الخامس ابتدائي، مادة الاجتماعيات، موسم دراسي طبيعة الحال 2021-2022. إذا مادة الاجتماعيات كنعرفوا فيها ثلاثة ديال لي ديسيبلين، عندنا التاريخ وعندنا الجغرافيا وعندنا التربية المدنية. إذا كلهم عندي في هذا الفرض هدايا وكلهم عليهم 10 ديال النقط. نبداو بمادة التاريخ. عندي بداية السؤال الأول، املأ الفراغات بالكلمات المناسبة التالية. يعني عندي واحد النص هنايا فيه الفراغات، هنا الحبوب، المخلفات، متنوعة، أنشطة، وتدجين. كانت شي حاجة، إنسان ما قبل التاريخ، إذا كانت أنشطة إنسان ما قبل التاريخ في المغرب. مالها؟ متنوعة. إذا مشات لي أنشطة متنوعة، أهمها ماذا؟ زراعة الحبوب. زراعة الحبوب، وإذا زراعة الحبوب كانت عندهم زراعة الحبوب، وكذلك تدجين بعض الحيوانات، يعني جعلها أليفة صافي، وتدجين بعض الحيوانات مثل الماعز والكلاب والخنزير، كما أبانت عن ذلك كثير من المخلفات. إذا هذه الكلمة اللي بقتنا مخلفات. وقد عمد الإنسان إلى ممارسة الصيد والقنص. إذن كانت أنشطة إنسان ما قبل التاريخ في المغرب متنوعة، أهمها زراعة الحبوب وتدجين بعض الحيوانات مثل الماعز والكلاب والخنزير، كما أبانت عن ذلك كثير من المخلفات، وقد عمد الإنسان إلى ممارسة الصيد والقنص. السؤال الثاني، أين كان يسكن الإنسان بالمغرب في العصور ما قبل التاريخ؟ أين كان يسكن؟ إذا الإنسان كان يسكن في الكهوف والمغارات من طبيعة الحال. كان يسكن الإنسان بالمغرب في العصور ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات، صحيح؟ والمغارات مثل مغارة إيغود، مغارة إيغود. ندوزو السؤال الثالث، دائما في مكون التاريخ أصل بخط العبارة بمعناها الصحيح. عندي أمغار، عندي أكليد، نزعيم للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير. هنا الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة يتم اختياره بالانتخاب أو الترادف. إذن هذا الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة كنقولوا أمغار، صافي؟ إذا أمغار هو الاسم الأمازيغي لشيخ القبيلة واللي كيتم اختيار ديالو بالانتخاب أو الترادي. بالنسبة لإكليد هو زعيم للتكتلات الكبرى للقبائل في اتحاديات وهو بمثابة أمير. إذا إكليد اللي كنقولوا إكليد يعني بحال أمير، صافي؟ ندوزو السؤال الرابع، أكمل الجدول التالي حسب المطلوب. إذا غنكملوا الجدول التالي. إذا هنا عندي اللباس، الحلي، غذاء وأثاث. هنا مظاهر عيش الأمازيغ. اللباس من مظاهر عيش الأمازيغ، عندنا البرنس، البرنس، والحلي عندنا الخميسة، وكذلك المشبك، المشبك. وهنا بالنسبة للغذاء عندنا الكسكس، الكسكس. وبالنسبة للأثاث عندنا الأواني الخزفية، يعني آنية خزفية. ثم زرابي أمازيغية، وكذلك السجاد. نزول السؤال الخامس، أسمي الكتابة التي كانت منتشرة في شمال إفريقيا. شنو هي الكتابة اللي كانت منتشرة في شمال إفريقيا؟ إذن الكتابة التي كانت منتشرة هي كتابة تيفيناغ، كتابة تيفيناغ، صحيح؟ بماذا كانت تتزين الأمازيغيات في الحفلات والأعراس؟ إذن كانت تتزين بماذا؟ تتزين بالكحل، يتزينوا بالكحل، والسواك والعكر. ده مجموعة من الأمور كانت تتزين بها الأمازيغيات في الحفلات والأعراس. وبهذا غادي نكونوا كملنا مكون التاريخ، وغندوزو لمكون الجغرافيا. انتبهوا معي، مكون الجغرافيا، سؤال أول، أذكروا سلسلتين جبليتين ببلادي. طبعا الحال عندنا 4 ديال السلاسل جبلية، احنا نذكروا غير جوج، صافي؟ نذكروا سلسلة جبال الريف، سلسلة جبال الريف، سلسلة جبال الريف. ندوزو مثلا سلسلة جبال الأطلس الكبير، الأطلس
الكبير، صافي. وعندنا سلسلة الأطلس الصغير وسلسلة جبال الأطلس المتوسط، إذا أربعة ديال السلاسل الجبلية. حنا المطلوب هنا فقط جوج ديال السلسلات. سؤال اثنان، أربطوا بما يناسب. تقع سهول المغرب في، واش في الشمال الشرقي والشمال الغربي؟ تقع هضاب المغرب في، إذا هنا تقع سهول المغرب بطبيعة الحال في الشمال الغربي. تقع هضاب المغرب في الشمال الشرقي. سؤال ثالث الآن، أصل بخط كل نوع من أنواع الرموز المستعملة في التعبير الخرائطي. عندي مدينة، سهول، بحر، قمة جبلية، حدود ونهر. هنا مساحية، نقطية وخطية. إذا بالنسبة للمدينة تمثل على التعبير الخرائطي بشكل نقط، يعني نقطية. بالنسبة للسهول مساحية. بالنسبة للبحر كذلك مساحية. بالنسبة للقمة جبلية عندي نقطية. بالنسبة للحدود خطية. وبالنسبة للنهر كذلك خطي. ندوزو الآن إلى الأسئلة المتبقية في التاريخ. سؤال أربعة، أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. إذا الفراغات غنكملو بالكلمات المناسبة. عندي القسم الجنوبي، المناخ الجنوبي، المناخ المتوسطي نوعين، والقسم الشمالي. جوج ديال النقط ونصف. يوجد في المغرب، يوجد من المناخ، يوجد نوعين من المناخ. إذا نوعين من المناخ، نضربوا على نوعين، نوعين من المناخ. الأول ينتشر فين؟ إذا واحد المناخ كينتشر في القسم الشمالي، واحد في القسم الجنوبي. في القسم الشمالي من المغرب، ويتميز بوجود فصل شتاء دافئ وممطر وفصل صيف حار وجاف. إذا في هذا القسم الشمالي الشتاء كيكون دافئ وممطر، والصيف كيكون حار وجاف، ويسمى بالمناخ المتوسطي. إذا نضربوا على القسم الشمالي، هي نضربوا المناخ المتوسطي. المناخ المتوسطي، ملي كنسمعوا مناخ متوسطي هو اللي كيجي من نوع المناخ الأول، وهو اللي في القسم الشمالي. والثاني ينتشر في القسم الجنوبي، يعني النوع الثاني من المناخ كينتشر في القسم الجنوبي من المغرب، ويتميز بالحرارة المرتفعة والجفاف طوال السنة، ويسمى بالمناخ الجنوبي. والمناخ الجنوبي. نزول السؤال الخامس، عندي أضع علامة في الخانة المناسبة. عندي العبارات هنا وعندي هنا المناخ ولا طقس. إذن خصنا نفرقوا أولا ما بين المناخ وطقس. المناخ هو حالة الجو اللي كنحددوها في فترة طويلة، مثلا في السنة ولا في الشهر ولا في كذلك في الفصل مثلا. بالنسبة للطقس هو طقس يوم واحد، يعني حالة الجو في يوم واحد، صافي. العبارة الأولى، كان الجو صحوا والشمس ساطعة بمدينة وزان يوم الخميس 3 يونيو 2021. إذا هذا واش مناخ ولا طقس؟ إذا هنا كنتحدثوا على يوم واحد وبالتالي هو طقس. عرف المغرب تساقطات مهمة وغزارة الثلوج سنة 2015. إذا هنا سنة 2015، بالتالي مدة طويلة، إذا مناخ. فصل الشتاء في المغرب عموما دافئ وممطر، وفصل الصيف حار وجاف. كنتكلموا على الفصول، يعني فصل الشتاء وفصل الصيف، وبالتالي هنايا مدة طويلة، إذا مناخ. ألغيت يوم الأحد 12 يناير 2020 مباراة في كرة القدم بسبب تهاطل الأمطار الغزيرة. إذا هنا يوم واحد كنتكلموا إذا على الطقس، طقس ديال اليوم واحد. انتهينا من الجغرافيا، غادي ندوزو إلى التربية المدنية، واللي كانت شحال هذه مسمية التربية على المواطن. مزيان، إذا التربية المدنية عليها 10 نقط كذلك. سؤال أول، عرف أو لا أعرف تعاونية القسم. ما معنى تعاونية القسم؟ تعاونية القسم هي طريقة العمل التشاركي. إذا نكتبوا طريقة العمل التشاركي تمكن من ماذا؟ تمكن جميع التلاميذ أو جميع تلاميذ القسم من توظيف ماذا؟ معارفهم ومهاراتهم المكتسبة والتعاون لإنجاز ماذا؟ أهداف محددة، والتعلم بشكل أفضل. هذه هي تعاونية القسم. الأعضاء ديالها شكون هما؟ من هم أعضاء تعاونية القسم؟ إذن أعضاء، عندنا الرئيس ونائبه، عندنا كذلك الكاتب،
عندنا نائب الكاتب، نائبه، نائبه. عندنا أمين المال ونائبه، نائبه. عندنا المستشارون، المستشارون الثلاثة. عندنا ثلاثة ديال المستشارون كيكونوا، صافي. إذن هما هما أعضاء تعاونية القسم. ندوزو سؤال ثلاثة، أذكروا مهام تعاونية القسم. إذن من بين مهام تعاونية القسم عندنا تزيين، تزيين ماذا؟ تزيين القسم والعناية بنظافته، والعناية بنظافته، يعني نظافة القسم. ثم ماذا؟ المحافظة على الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية والتجهيزات، تجهيزات، يعني نحافظ على التجهيزات. من المشاركة في الأنشطة، في الأنشطة المدرسية، المدرسية، وكذلك الإشراف على المكتبة، إشراف على المكتبة المدرسية، المدرسية إلى غير ذلك. إذن كلها أنشطة كتكلف بها تعاونيات القسم. ندوزو السؤال الرابع، أضع علامة في في المكان المناسب. عندي صحيح وخطأ. إذن الجمل، إقصاء الآخرين وعدم المشاركة معهم، واش صحيح ولا خطأ؟ إذن هنا خطأ، سلوك خاطئ. الإصغاء الجيد وتشارك الأفكار، نعم صحيح. أعبر عن رأيي وأحترم رأي الآخر، نعم. أسخر من آراء الآخرين، هذه خطأ، صافي. خامسا وأخيرا، سؤال الأخير في هذا الفرض، أصل بخط العبارات التالية. إذا عندي الصدق في التعبير، أحترم آراء الآخرين، أساعد مجموعتي في طرح أفكار، عدم التردد، أحترم قواعد سير النقاش، الثقة العالية بالنفس. هنا عندي قواعد العمل ضمن جماعة والقدرات التي يجب امتلاكها. إذا الصدق في التعبير هو من القدرات التي يجب امتلاكها، صافي. نعم، احترام أو احترم آراء الآخرين من قواعد العمل، وساعد مجموعتي في طرح الأفكار كذلك من قواعد العمل ضمن جماعة، عدم التردد من القدرات التي يجب امتلاكها. احترم قواعد سير النقاش، هذا هنا قواعد العمل ضمن جماعة. الثقة العالية بالنفس، يعني من القدرات التي يجب امتلاكها. وهذا غادي نكون كملت الفيديو ديال اليوم. وفقكم الله وسدد خطاكم. كنت معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.